وفي نهار الاثنين 21 من جماد الثانية من سنة 1158 قامت العامة من قلة الخبز وغلو الأسعار وهجموا على السرايا رافعين أصواتهم بالبكاء والتضرع قائلين: ما يحل من الله قلة الشفقة على العباد الذين تضرروا بالغلاء، وأنت الحاكم ومسؤول عند الله عنا وعن هذه الأحوال. اذهبوا إلى المحكمة واشكوا حالكم إلى القاضي. عليهم شباب عليهم. فأقبلوا نحو المحكمة واصطرخوا فيها يشكون حالهم وما أصابهم وما هو واقع بهم. يا حضرة القاضي، رطل الجبن بنصف قرش والبيضة بمصرية وأوقية السيرج بنصف الثلث. يا أمد الشعير بنصف قرش ومد الحمص بنصف قرش ومثله مد العدس. غرارة القمح ب45 قرش بعد ما كانت ب25 قرشا. وقية الطحينة بأربعة مصاري والدبس كل 3 أرطال بقرش. رطل العسل بقرش وربع. كل شيء نهض ثمنه فوق العادة وما عاد لنا طاقة على الاحتمال. شباب اهربوا، القاضي فلت جماعته علينا هاجمين بالعصي. اللي بيحب النبي يخلي ولك اهجموا، خايفين من العصي اهجموا. علاهم لقنا تفوز ظلامة بأسنانكم. بالحجار شباب بالحجار. اهجموهم ولك فشوهم عضوهم. عليهم شباب عليهم. فهجمت العامة ورجمت جماعة القاضي بالحجارة، فأمر القاضي أعوانه أن يضربوا بالبارود. حمية الحديد يا شباب، لهريبة تلتين المراجع. لا تخافوا وين نرجع. عليهم شباب عليهم. فغارت العامة عليهم رغم أنهم قتلوا منهم رجلا شريفا وجرحوا منهم جماعة، فهزموا القاضي وقتلوا باش جو خدار وبعض أعوانه ونهبوا المحكمة وحرقوا بابها، وسكرت الناس البلد، فركب بعض الآغاوات ورد الناس. أما القاضي فقد هرب من فوق الأسطحة هو ونائبه وجماعته، فأخذه بعض الأكابر وصار يأخذون بخاطره. طول بالك يا قاضينا، كل شيء نجد له حلا. لا أسكن هذا الشهر إلا بالقلعة. سنجمع مالك ومتاعك الذي فقدته. وهل أبقت العامة منه شيئا؟ ما نعلق به سنرده، والذي ينقص منه فرضناه على الخزينة وعلى بعض الأكابر والأعيان الطيبين. إذا كان الأمر كذلك لا بأس، وأمري إلى الله. وأرضوا القاضي وصالحوه، وإلى المحكمة ردوه. العمى شو هاد؟ والله تاري شغلة الحلاء مهمة. هذا أحمد أفندي حلاء من 200 سنة وهيك، بقى أنا شو ممكن اكتب؟ يا لطيف، الله يجزيك الخير يا غادة، فتحتي قلبي على النور. شو عم تعمل؟ يو ليش عم تعبي القالون خل تفاح؟ أخذ هدية لمين؟ للي بالي. غوار لا تكون عم تعشق وتتمعشق من أفا ظهري. ها لا يا أمو، طمني إذا عملتها رح تكون قدام عيونك وتحت إشرافي. إيه الله يرضى عليك، كله إلا هالأمور هي، نحن مو تبع هالقلة الحياة. يا الله، عن إذنك يا مو. ولك ابني بلكي لي أخذ لهم خل التفاح، ما بيحبوه بالأكل. لك هذا مو للأكل، دوا يعني ما بيصير إلا تساوي لي براسة. مرحبا غادة خانو. سيد غوار أهلين. الحقيقة ما حسنت قهوي، ما لقيت حالي إلا
وعمد مشان لكن يا سيد غوار قصدي اني اشكرك على الكتاب الحلو اللي عرتيني اياه. كتاب البوديري الحلاق؟ هو هو بسيطة سيد غوار، وبتقدر تخليها عندك. يعني ما عاد بدك اياها؟ اذا حبيته اعتبره هدية. غادة خانوم الحقيقة يعني ما بعرف شلون بدي اتشكرك، وبتأمل تقبلي مني بالمقابل هالهدية. شو ها؟ شوية خل تفاح. طيب؟ هذا غادة خانم مو بشان الأكل. لكان؟ دواء. وهي الراشيتة هون. بقصد ورقة كتبت فيها استعمالاته. ممكن أدخل لورا الباب شوي مشان أشرح لك كيف تقدري تستعملي. عفوا، تفضل سيد غوار. شوفي غادة خانم. تفضل على الصالون سيد غوار، تفضل. معليش هون منيح ورا الباب. ما بصير عيب، تفضل. الله يزيد فضلك. ارتاح سيد غوار، لبين ما ساوي لك قهوة. ولا بتفضل بارد؟ ما بدي غلبه. لا لا ما في غلبة، بالعكس أهلا وسهلا. شو بتفضل؟ باب بارد أخف سألي. مثل ما بتريد. ولك اشتغل هالوقت وتمرن شوي شلون بدك تشرح له. غادة خانوم، خلي التفاح بفداء المنطقة والتعرق ليلي والحروق والدوالي والقوباء والأمبتيكو والتعلبة، أما طريقة الاستعمال قولي. شو هاد؟ خير سيد غوار، ليش واقف ولونك مخطوف؟ لا لا ما في شيء، بس كنت سارح شوي أنا. ارتاح سيد غوار، ارتاح ارتاح. سمعتي؟ لا. معك حق، بيظهر أنا فاير دمي من تفضل تفضل سيد غوار، هاي الشراب البارد هلأ بيهديك. أكيد. إيه قلت لي عجبك الكتاب؟ عظيم. وقريته كله؟ مدري كم مرة. يعني راح تحفظه؟ حفظت بعد مقاطع منه. اسمعي، هي المقطع من سنة 1173. بيقول البوديري: وفي هذه السنة المطر غزير والطاعون المفرط والوباء زائد عن الحد والفاكهة قليلة جدا والغلاء مطنب كما أسلفنا وما بقي للفقراء حال، ونهار الاثنين سبت رمضان المبارك ولا سالس لينا منه، والناس في صلاة التراويح صارت زلزلت مزعجت، فقطعت الناس الصلاة وتهاربت الناس وداست بعضها بعضا وانزهلت عقولهم وفقدت راجلهم وبعض ثيابهم. هذا وقد شايف انك حفظت فعلا مقاطع منه. طبعا الصنعة بتحن، وبعدين الكتاب مني. اشرب العصير قبل ما يسخن. معك حق. ما قلت لي لشو بيستعمل خل التفاح؟ صحيح، خل التفاح هاد مفيد لكتير شغلات. عن طريق الشرب؟ لا 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 ابدا، عن طريق الفرق. يعني استعمالات خارجية؟ طبعا. إذا هيك معقول؟ لأنه بتعرف شو ممكن يساوي الخل إذا استعمل عن طريق الفم؟ لا 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 طبعا، بيعمل حموضة وبيسلخ المصاري. قصدك بيساوي قرحة؟ بالضبط. طيب شو هي الأمراض اللي بيفيد فيها استعماله؟ هي الوصفة، الورقة اللي فيها الأمراض وشلون بيصير الفرق وإمتى. خير خير، في شيء؟ في شيء سيد غوار؟ لا بس ما بعرف، اسمع صوت الورقة مجزم شوي أنا عم بعطيك إياها. بيظهر أعصابك متوترة. أكيد ابقى بس تروح على البيت، خد حمام بارد واسترخي. طبعا طبعا، هذا الدواء المضبوط لمشكلتي. تطلع المنطقة المصابة بالخل المركز. قصدك قصدك بالخل المركز؟ نعم طبعا طبعا، مكتوبة على كله. ويكرر ذلك 4 مرات في اليوم. التعرق الليلي، ضع قليلا من الخل في يدك وادلك به الجسم كله. عظيم، ذاكر بالتفصيل الاستعمالات. الله وكيلك، نقلت قصدي نقشت لك يا على كيفك، وما خليت لا شاردي ولا واردي. شبك سيد غوار؟ لا ما في شيء، بس حاسس انه اب شعر بدني انا. من الصوت اللي سمعته؟ يعني مو بس انا اللي عم بسمع هالصوت. هذا من عند الجيران. ب-
لكن قريب كتير. صحيح. بس مو راكب الحيطان على بعضها بالبيوت العربية. أيوة. فبينتقل الصوت عن طريق الرنين والطنين. أيوة معك حق، عن طريق الطنطنة يعني. مين في عندهم؟ شو بتقصد؟ بقصد هذا صوت زلمة. لا أبداً أبداً، هذا صوت الأساس، لأنه يمكن عم يعزلوا. أيوة هذا يمكن صوت السيد ألطو. خلصت كاسة الشراب؟ لا عم مزمز فيها وما بدي إياها تخلص. قلت لي مرة أنك بتحب الكتابة. مظبوط. وشو كتبت؟ لسه ما بلشت، كنت عم عبي معلومات هلا. وما بتعرفي قديش فادني الكتاب اللي استقرضته منك. من أي ناحية فادك؟ حضيت بالطريقة اللي رح أكتب فيها شي يفيد الناس. هلا مثلا أنا ما رح أكتب قصيدة ما بيفهمها غير كاتبها، أو مكالي ما بتهم حدا من الناس ولا حتى اللي كاتبها، ولا رح خلصت الكاسة؟ لسه احزلي شو رح أكتب. عجزت. هيك رأسان عززت. صعب أعرف، لأنك اسم الله ماسك أكتر من شغلة وبتهتم بأكتر من قضية. يعني مثل علماء القرون الوسطى بيعرفوا بكل شيء، ومنين ما رنيتهم بيرنوا. مزبوط، هو أنا منين ما رنتيني برن، ومثل ما بجدد بكل شيء رح جدد بالكتيبة كمان. وشلون بقى؟ رح أرخ للبلد. بس هذا مو جديد. البوديري مؤرخ لبلده قبل 200 سنة. انت قلتيها قبل 200 سنة، ولما هلا انا بيجي بأرخ ولو بنفس اسلوبه شو بكون عم بعمل؟ طبعا بكون بالضبط عم جدد. مو بجوز. خلصت كاسة الشراب؟ لسه دمعة. ولي قرب القلطو. لا تهتم. قلت لي رح تأرخ لبلدك لكن. ها مزبوط. بس هلا في صحف وراديو وتلفزيون عم يرصدوا الأحداث، والمؤرخ ببساطة بيجي بياخد هالأرشيف وبيكتب على ضوءه. والله صحيح، وساعتها بيروح تعبك بوش. والله معك حق. شو رح تعمل لكان؟ لقيتها. شو هي؟ غدا خانو. لح أرخ لحينا، حي السوائي. شلون بقى؟ رح أحصل بيوت اللي بتدخل تحت اسم حي السوائي، وبدخل لعندهم بيت بيت وبحكي عنهم واحد واحد. يعني رح تدخل بمجال الدراسة الاجتماعية؟ كل شيء. بعدين وينك غادة خانو؟ خدي مثلا شو ممكن اكتب؟ التاجر أبو أكرم هذا جامع الحي السداجي عجمي، طوله 4 أمتار وعرضه 3. أي خبرية؟ كمان في عندك مثلا دكان عزة الصانع يلي عندي، صانع اللي بيشتغل عندي، عرفتي؟ انقصت، راحت بالتحسين، بحكي أنا كمان. وعن الشارع اللي راح ينقص. سيد غوار. نعم. خلصت كاسة الشراب؟ أولي إجو غدا خانو. غدا حلقة جديدة مع دريد لحام. حالات خاصة جدا. صور الشخصيات نجاح حفيظ، صلاح قصاص، صالح الحايك، وثراء دبسي.